كنت خايف عليك من الوجع وطلعت غايبه تقول اه ازيك يا حبيب؟ ازيك؟ ازي اخبارك؟ ها؟ عامل ايه؟ يا واد مالك مخستع كده مش تكشف؟ ما مش ها؟ ايه بقى؟ ما تقعد البعاي الصرامة بتعمل ايه؟ انت مالك انت؟ ده انت عيل خرتيت خرتيت هاي 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 يا دم خفيف اوي عملت ازاي دي؟ عندي مشكلة بالتو. لا 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 ده انا ده منظر كوميدي ابن. انت شيماء؟ اه. انت مين؟ هتزعلي قوي لما تعرف انا مين، بس الايام بتنسي الزعل. انا ضرتك يا عمري. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. طب يا جماعة محدش عايز مني حاجة قبل ما امشي؟ استأذن انا يا حاج بعد اذنك. الف 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 شكر يا حاج، ربنا يخليك لينا يا حاج. والله يا حاج والله ما عارف اقول لك ايه، يعني الصراحة كانوا يومين يعني زي القرف والله العظيم. ويا رب يا رب يا رب ما نتقابل تاني يا حاج.